اصطدم طبعا رئيس الحكومة المكلف واصطدمت المبادرة الفرنسية بشروط لم تكن أساسا موجودة في المبادرة. المبادرة حاولت إعادة التطبيق الدستور اللبناني الذي لا يعطي لأي طائفة في لبنان أي حق بأي حقيبة وزارية، ولكن جوبهت عملية التكليف والمبادرة الفرنسية بهذا النوع من الضغوط، وبالتالي تم تطويقها ولم يتمكن الرئيس المكلف من تشكيل الحكومة. أولا لأن المبادرة الفرنسية غير قابلة للتعديل، ولأنه لا يملك الحق بأن يعني يعدل فيها أي شيء، خاصة أن هذه المبادرة يعني في النهاية يجب أن تفضي إلى حكومة قادرة على التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي يجب أن تكون الحكومة تحظى بالثقة الدولية، وأي حكومة يشترك فيها السياسيون عبر حقيبة المال أو غير حقيبة المال لن تحظى بالثقة الدولية، وبالتالي عدنا إلى المربع الأول. الآن يعني أعتقد أنه إذا ذهبنا أكثر من البعد اللبناني للأزمة، لأن أعتقد أنه الأزمة ليس يعني عدم تشكيل الحكومة لا يقتصر فقط على البعد اللبناني والمشاكل الداخلية اللبنانية، هناك صراع كامل ويعلم به الجميع ما بين واشنطن والولايات المتحدة وإيران، وطبعا المبادرة الفرنسية كانت مدعومة من واشنطن، ولكن وجهة نظر أن حاولت إقناع بأنه بالإمكان عدم اللجوء إلى العقوبات دائما وعدم اللجوء إلى يعني التدابير الزاجرة مع طهران، ويمكن تمرير حكومة في سبيل إنقاذ لبنان. يبدو أن هذه المقاربة الفرنسية فشلت. الآن نحن عدنا إلى المواجهة المباشرة، وصار واضحا أن لبنان يقع رهينة هذا التقاذف ما بين طهران وما بين واشنطن، وبالتالي أعتقد أن الوضع سيستمر يعني لفترة غير قصيرة، لأن اللجوء إلى أي تشكيبة حكومية لا تتمتع بالثقة الدولية يعني أننا نكرر تجربة الرئيس حسان دياب، وبالتالي يعني سيبقى لبنان متوقفا حيث هو في عز الأزمة الاقتصادية وفي عز ارتفاع الضغوطات والعقوبات على لبنان وعلى حزب الله وعلى كل يعني الفريق الحالي. طيب ماذا نتوقع من الجانب الفرنسي إذا ما يعني إذا هذا الفشل؟ أولا نتوقع من الجانب الفرنسي أن يقتنع أنه ليس هناك منطقة وسيطة إيران المعلن والموقف الأمريكي المعلن، وأن طبعا طهران لا تريد أن تبادل بأوراق مع فرنسا، ربما هي تريد التفاوض مع الولايات المتحدة، ولكن واشنطن لا تبدي أي حماس للتفاوض مع طهران. معروفة شروط الولايات المتحدة من الاتفاق النووي إلى انسحاب كافة الميليشيات الإيرانية من لبنان وسوريا وكل المنطقة، وبالتالي أعتقد أننا دخلنا في حالة من الستاتيكو التي طبعا يعني لم تستطع أي مقاربة بس إلا على يعني تكون تتمتع لنقل بنكهة أمريكية مرتفعة من تعديل الموقف. لا الفرقاء في لبنان قادرون على التوصل إلى اتفاق، ولا أي طرف آخر غير الولايات المتحدة سواء عن طريق العقوبات أو عن طريق التفاوض قادر على كسر هذا الجمود. أعتقد أن الفرنسيين اليوم سيصبح موقفهم أقرب إلى الموقف الأمريكي، وبالتالي أقرب إلى التشدد، هم والألمان وكل الاتحاد الأوروبي، لا سيما يعني لا يجب أن ننسى الموقف الأوروبي الموحد ضد الولايات المتحدة في الأمم المتحدة عندما حاولت تمرير قرار بوقف حظر باستمرار حظر الأسلحة شراء الأسلحة لطهران. ندرك كلنا أن كان الموقف الأوروبي متمايزا. أعتقد أن الأوروبيين اليوم سيصبحون أكثر ميلا لموقف الولايات المتحدة سواء على مستوى التصعيد السياسي أو على أبعاد أمنية أخرى. نعم، ضيفي من بيروت دكتور خالد حمادة مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات، شكرا جزيلا لك.